ورحمة الله وبركاته. سنقوم فقط بطرح هذا المثال البسيط الذي كان عليه نقطتان طرح بجامعة الجزائر. واحد أناليز دو، يعني يستفاد منه جميع الذين يدرسون أناليز دو و ماد. إذا أعطيها هذا التكامل سينيس اش اكس على 2 في كوس اش اكس على 2 كل اس 2022 دي اكس. كيف ذلك؟ إذا تابعوا معنا الحل. إذا أولا يجب معرفة قاعدة مهمة، هي ماذا؟ أن تكامل اي اي بريم في اي اس ان ماذا يساوي؟ يساوي اي ان زائد 1 على ان زائد 1. إذا ماذا نعرف كوس اش اكس؟ أن مشتق كوس اش اكس هو سينيس اش اكس، لكن هنا كوس اش اكس على 2 المشتق تاعو ما هو؟ هو 1 على 2 سين كوس اش اكس سينيس اش اكس على 2، لهذا نقوم بظرف 2 وتقسيم 1 على 2. نلاحظ ان اي ان هي هذا الجزء و اي بريم هو هذا الجزء. اذا لما نطبق هذا القانون ماذا معناه؟ ماذا معناه؟ تساوي كوس اش اكس على 2 كل اس 2 اس 23 يعني زائد 1 على 22 زائد 1، بالاضافه الى هذا الاثنان، فالعباره تصبح بهذا الشكل. فقد قمنا بعرض هذا التمرين البسيط حول التكامل. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.